السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد. الرئيس بوتين ينتصر، محاور كتير هنتكلم فيها النهاردة معاكم، ومعانا الدكتور محمد الألفي في طريق المعرفة. من أمريكا، قناة تهتم بالشأن الأمريكي والسياسة الدولية وبالأخص منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها مصر والأمة العربية. نبحث معا عن الحقيقة في طريق المعرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا المحور الثالث والأخير. ما يحدث في الحرب الأوكرانية الروسية، وأنا قلت في عنوان الفيديو وبوتين ينتصر، هل هو فعلا انتصر؟ هل الأمور أصبحت قاب قوسين أو أدنى إلى إنهاء العملية العسكرية؟ بوتين استدعى 150 ألف الاحتياط، بوتين ناوي عليها. أهلا وسهلا يا دكتور، أهلا بك مرة أخرى من باريس. أهلا وسهلا بحضرتك والسلام المتابعين المحترمين. بوتين بيتحفنا دائما بالكثير من المفاجآت. بوتين يوقع مرسوما لاستدعاء 150 ألف مواطن للخدمة العسكرية. هل ده هيكون معركة الربيع؟ دي واحد. اتنين، موسكو قالت بصمات الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد روسيا تشير إلى أوكرانيا وعليها تسليم جميع المتورطين، ثم بيطلع علينا ميدفيديف وهو الأكثر تشددا من بوتين، وهو يعني في الطابور واقف مستني دوره بعد بوتين. ميدفيديف معلقا على هجوم المركز التجاري الإرهابي، الموت مقابل الموت. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ وربنا يستر، قال احنا داخلين على يعني حقبة جديدة من استخدام الإرهاب ضد الدول، وعايدة مرة اخرى الى الأجهزة المخابراتية والجماعات المتطرفة اللي بتنفذ مصالحها في المنطقة زي القاعدة وزي داعش. ايه اللي بيحصل حضرتك؟ لما نوصل لعملية زي بتاعت المركز التجاري، هذه العملية في شكلها وتكوينها هي شغل أجهزة معلومات، يعني شغل أجهزة استخباراتية، بصرف النظر عن من استخدمتهم للتنفيذ، سواء كانوا ضمن التنظيم اللي كانت بتديره الولايات المتحدة وبريطانيا، تنظيم متطرف واستخدموه في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا، أو سواء كانوا ذئاب منفردة عن هذه التنظيمات. طبعا هم حاولوا يغطوا بأن التصريحات الأولى اللي طلعت من أمريكا ومن أوروبا أن داعش هي المسؤولة. طب كيف عرفت بعد التفجير أن داعش هي المسؤولة؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، السفارة الأمريكية أصدرت بيان بالتحذير لمواطنيها في روسيا من أنها تخشى من وقوع أحداث إرهابية قبلها ب 48 ساعة، وده كان نشر على صفحة السفارة البريطانية في السفارة الأمريكية في روسيا، بتحذر مواطنيها قبلها ب 48 ساعة. وبعدين لما يخرجوا بعد العملية، ما فيش لسه حصلت العملية، يقولوا إحنا بنؤكد أن داعش هي المسؤولة. كل هذه أمور تثير الريبة. وطبعا لما نلجأ لرئيس مجلس الأمن القومي الروسي، قال تحديدا أن المخابرات الأمريكية الـ CIA والـ MI6 هم المسؤولين عن العملية الإرهابية في المركز التجاري. ده شق. الشق الثاني، لما نوصل لهذا النوع من العمليات، تعرف على طول أنه روسيا اللي بتقاتل 52 دولة مش قادرين ينتصروا عليها في ساحة معركة بما فيهم الولايات المتحدة. وبالتالي لما نلجأ لهذه العمليات، يعني وصلنا لمرحلة إفلاس. ما معنى مرحلة الإفلاس؟ نوعية من هذه العمليات تحاول إظهار بوتين في الداخل الروسي على أنه ضعيف. راجل فاز بأكثر من 80% من الأصوات في الانتخابات، وانت عاوز تظهره ضعيف؟ بالعكس، ده بعد العملية حصل على تأييد أعلى بضرورة الانتقام من من فعلوا هذا. وتصريحات ديمتري ميدفيديف اللي هو كان رئيس الدولة الروسية لفترة، ثم رئيس حكومة،
ثم الآن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي. هذا الرجل تصريحاته متشددة، وأيضا يلي في القوة تصريحات ديمتري بيسكوف متحدث باسم الكرملين والرئيس بوتين، ثم سيرجي لافروف، ثم ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية. كل هؤلاء يعبرون عن الدولة الروسية خير تعبير ويمثلوها خير تمثيل. الواقع على الأرض داخل أوكرانيا أن روسيا انتصرت فعليا، ولكن هناك واقع تشكل في الفترة السابقة. ما هو هذا الواقع؟ روسيا لما كانت بتتكلم ضرورة الاعتراف بالقرم أراضي الروسية ولوغانسك ودونيتسك كانت بتتكلم على أنها مستعدة تقف إلى هذا الحد مع الاعتراف أن دي لأن فيها العرق السلافي. طيب رفض الغرب ورفضت أوكرانيا وقالوا لابد من إخراج روسيا من القرم. اليوم عدت روسيا، بقت القوات الروسية عند نهر دنيبر، ونهر دنيبر بدأوا يضربوا بصواريخ، بقى بعدها صواريخ فرط صوتية، وضربوا كييف منذ أيام بصواريخ فرط صوتية ردا على العمليات، ضربوا مراكز التحكم والسيطرة بصواريخ فرط صوتية، وضربوا مراكز الطاقة والغاز، وفي حوالي يعني أوديسا نفسها بتبات في الظلام، في حوالي 2 مليون في أوديسا ما عندهمش كهرباء، وفي العاصمة كييف. وحالة الرعب المسيطرة الآن على القيادات الأوكرانية وعلى القيادات الغربية اللي هي دخلت في صورة شركات أمنية عسكرية مرتزقة، حالة هستيريا من وتخوف من الغضب الروسي القادم. لأنه اليوم بدل ما كان هو هتقول عند لوغانسك ودونيست والقرم، لا هو دلوقتي مش هيقف، الهدف القادم هو خاركيف. هدف القادم خاركيف، وبعد خاركيف هياخد أوديسا عشان يقفل البحر الأسود عليهم. خلاص القصة زي بحر أزوف، وهيقفل عليهم في أوديسا على البحر، هيقفل البحر الأسود عليهم، وبالتالي ما هيكونش يعني حضرتك انسى انك تشوف أوكرانيا اللي كانت على الخريطة اللي هي حوالي 660 ألف ولا 700 ألف كيلومتر مربع، لن تكون، ما فيش أوكرانيا تاني، خلاص هو انتهى القصة، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. واللي عاوز يتكلم هيتكلم معاهم بقى بعد ما يخلصوا هجوم الربيع القادم اللي هو بدايته بكرة أو الليلة دي، بعد ما يدخلوا خاركيف، وربما بعد خاركيف يدخلوا على أوديسا. وإذا استمر الغرب في دعم أوكرانيا ربما يدخلوا كييف. الأمر أصبح، وبعدين في تصريح لبوتين شهير جدا لما قال ده إحنا بنحمي أوكرانيا من تدخل بولندا اللي عاوزة تستولى على جزء من أراضيها من لفيف اللي هي على الحدود. فالأمر بالشكل ده، الأمر متشابك، وروسيا لن تخرج مهزومة، روسيا منتصرة فعليا. وبعدين حضرتك أزعت خبر أنه يعني حضرتك قرأت خبر الآن هو جن وافق على ضم 150 ألف جندي للقوات المسلحة الروسية. حضرتك بس خليني أعطي تفصيلة في 150 ألف دي إذا سمحت. تفضلي. هو وقعوا فعليا مع 500 ألف متعاقد، يعني هم وقعوا عقود فعلية مع 500 ألف متعاقد، اللي هيدخل منهم الخدمة دلوقتي 150 ألف، إنما العقود الفعلية اللي وقعت حوالي 500 ألف أو 550 ألف. على الجبهة الأخرى اللي موجود في أوكرانيا، حتى الأوكرانيين نفسهم بيلموا الناس من الشوارع، اللي ركب أوتوبيس، أي راجل عنده 60 سنة، عنده 50، واحد عنده إعاقة، بياخدوهم يلبسوهم وطلعوهم الجبهة. فده ده الشكل هنا، الشكل ده راجل الجيش الروسي بقوته ويوقع مع 550 ألف أو 500 ألف، والشريحة الأولى منهم اللي تدخل الخدمة 150 ألف. فإذا عنده خزان احتياط وعنده تكنولوجيا عالية جدا، وبعدين أثبتت الأسلحة الروسية تفوقها على الأسلحة الغربية في داخل أرض المعارك في أوكرانيا. طبعا. في الوقت اللي أمريكا والناتو فشلوا يزودوا أوكرانيا بالذخائر، الصواريخ الروسية بتقصف الدبابات الإبرامز في قلب أوكرانيا، بتقصف الدبابات الألمانية وبيخدوها. ما هم يا فندم بعتين إبرامز هناك، وإبرامز دي بتشتغل في البيئة الصحراوية، دي مش معمولة للطين ومش معمولة للأجواء الباردة بهذا الشكل، أصبحت كتلة من الحديد معطلة. ما هو أصله القصة أنه إحنا
بالظبط زي انا هديك سلاح عشان اتخلص منه، ممكن وبديك حاجة يعني. يعني ايه تغمض عيون الاخرين. امريكا تدعم، اوروبا تدعم، طيب وما النتائج وما نتيجة هذا الدعم؟ اليوم نتيجة هذا الدعم خسائر اقتصادية، خسائر سياسية، ما لانه امريكا تريد شيئا ما في هذه المنطقة. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، خلينا نقول تفصيلة صغيرة هتفيد يعني في الحوار، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي من قوة عظمى عالمية، بعد التفكيك، إنه تفكيكه تفكيك بفعل فاعل. طبعا، وكانت موجه عليه 70 اذاعه بتمولها الولايات المتحده، 70 اذاعه على كافه القوميات اللي داخل روسيا عشان تخلي الدوله تنهار. طيب لما جاء بقى تفكك الاتحاد السوفيتي، امريكا كانت لها رغبه في امر واحد، هو تحويل الاتحاد السوفيتي بعد كده بقى روسيا الاتحاديه الى قوه اقليميه داخل اوروبا وليست خارج اوروبا، وليست قوه عالميه. ونجحت في هذا لفترة اللي كان فيها الاقتصاد الروسي أول ما تولى بوتين المسؤولية اقتصاد بينهار، لكن لما هو قوى اقتصاده أصبح الوضع يختلف تماما عن ما كانت تريد الولايات المتحدة. والولايات المتحدة نفسها الآن هي في ورطة، لأنه هي لا تستطيع أن تصارع روسيا والصين في آن واحد، لا تستطيع. وفي تصريح للجنرال دوغلاس ماكريجر، وده كان راجل من كبار قادة البنتاغون والمستشار العسكري للرئيس الأسبق ترامب، قال الولايات الكلام ده من أسبوع، قال الولايات المتحدة ليس لديها القدرة لا التخطيطية ولا العسكرية ولا العتاد اللي تصارع بيه أي قوة عالمية. وده رجل يعني ليس من السهل أن ده يكون كان مساعد جيمس ماريس وزير الدفاع في حكومة بايدن، في حكومة ترامب. فبالتالي نفسه على نفس النهج يسير مايك فيلن، نفس النهج بيقول نفس الكلام. وبالتالي صحيح، القيادات الكبرى في الولايات المتحدة اللي هم كانوا قادة مؤسسات كبيرة أقوى من بايدن وأقوى من ترامب نفسه بيقولوا نفس الكلام. فلازم الناس تبقى عارفة إنه المرحلة القادمة ما فيش أوكرانيا، والناس تجهز نفسها معاها القلم ومعاها الخريطة عشان تشطب على كل المدن اللي بتسقط من تحت كلمة أوكرانيا. ربما يبقى في جمهورية كييف لاحقا، ده لو لحقوا تفاوضوا مع الروس مع روسيا الاتحادية على إن نقف لغاية هنا. هي فرنسا لما قال الرئيس ماكرون من حوالي 15 يوم عاوزين نبعت قوات فرنسية تبقى على الضفة، على أحد ضفاف نهر دنيبر، عشان الروس ما يعدوش الناحية التانية. الروس خرجوا هددوه مباشرة امبارح. هو قال ايه يعني امس؟ ماذا قال امس؟ قال نحن نريد ان تحل ازمة اوكرانيا بالسلام بالسلم. يعني من اسبوعين بيقول هبعت قوات، والمانيا خرجت قالت ملناش دعوة، والمجر خدوا فندم عبطوا اداله على البوبو خلاص رجع في الكلام. ده هو ناوي على غاوي على كده على فكرة، ما قبل كده ترامب عمل فيه نفس الموضوع. فطبعا حضرتك نفس الامر ده على الأرض يختلف تماما. النهاردة كلما روسيا جرت أوروبا والدول المتحالفة معها الاثنين وأمريكا الاثنين وخمسين دولة إلى إطالة أمد الحرب، لأن إطالة أمد الحرب تصب في صالح الدولة الروسية وفي صالح الاقتصاد الروسي. تحسن الاقتصاد الروسي والعملة الروسية مع الحرب، هم في المقابل التحالف الاثنين وخمسين دولة ينهار اقتصادهم وينخفض وتنهار عملتهم مع الحرب. فكيف انت عملت يجي 10,000 عقوبة على الاتحاد الروسي على روسيا الاتحادية، بماذا اثرت هذه العقوبات؟ كيف يعاقب من لا يملك من يملك كل شيء؟ يعني هو مع هذه انا عايز بس تفسر لي الست دي كانت عايزة تقول ايه يعني لبوتين، يعني مش عارف جابت منين الشجاعة دي. دي فيكتوريا نولاند يا مستر بوتين، انت هيجي لك هدايا جميلة جدا. بالمناسبة حضرتك واوكرانيا هتحقق نجاح كبير جدا السنة دي. ما هو منين حبوب الشجاعة دي؟ جابتها منين؟ ما هو ده حضرتك النجاح اللي هو العملية بتاعت، لان ده كانت هي قبلها في اوكرانيا بالظبط كده.
وكانت بتتكلم يعني هم كانوا بيخططوا لهذه العملية الخايبة، أنا آسف دي عملية خايبة يعني، خايبة طبعا، عملية خايبة. وتخيل لما دول عظمى تلجأ لهذا العمل، العمل الخايب بالشكل ده. عظمة ايه بقى؟ عظمة ايه؟ ما خلينا بقى ايه، خلي البساط احمدي مادي اهو، مادي اهو الحاج ترامب. الحاج ترامب تمام بيقول له كده بالمفتشر، اسمع. Is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. بيقول اوباما ده كان في الحمله الانتخابيه بتاعته في 2015 اللي هو نجح فيها في 2016 ل 2020، قال لك ان اوباما هو مؤسس فاوندر داعش. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. وان يعني نائب الرئيس، يعني نائب الرئيس الذي اختلق داعش هو هيلاري كلينتون. دايما الناس بتبص لنا تقول يا جماعه بتقولوا داعش صناعه امريكيه، يعني الناس اللي بتقتل نفسها دول انتحاريين، دول ما ينفعش نقول مستشهدين، دول يعني وفقا ل يعني البسيط من الدين يعني كفروا بدين الله واستحلوا قتل المدنيين وقتل الابرياء. هؤلاء الانتحاريين وكانوا على فكرة توانسة سعوديين مغاربة ومن دول أوروبية كثيرة، 80 دولة راح منها 80,000 مقاتل لداعش. احنا بنقول ان التنظيم صناعة مخابرات، ولكن بعد كده عملوا له جهاز إعلامي ضخم. احنا شفنا الإخراج السينمائي لقتل الأقباط في ليبيا، ذبح 21 مصري قبطي على شط البحر المتوسط. هذا الإخراج اللي كان في دارنا، هذا الإخراج السينمائي الهوليوودي عندهم كان أدوات، وده كان جايبين جيب كريب، يعني الجيب كرين دي عبارة عن جهاز كبير جدا ودراع كبيرة جدا تركب على الكاميرا عشان تعمل الكادر اللي خدوه من فوق لتحت. ده هم بيجيبوا صورة الأسرى وهم موجودين قبل قتلهم وذبحهم أمام الكاميرات، بعد ما سلحوهم بأقوى أجهزة الإعلام والسوشيال ميديا بقى كامبين، وإن هم يعملوا ريكروت بقى، إن هم يوظفوا شباب، قدروا إن هم يوصلوا إن هم يقنعوا ويغسلوا عقول شباب فعلا اللي هم 80,000 راحوا لهم فعلا، فعلا راحوا على عقيدة وراحين بيشتروا هذا الحلم اللي هم بنشوف النهاردة في تمثيلية رمضان اللي هو الحشاشين. نفس الفكر، نفس الفكر اللي هو حلم الجنة والحور حور العين، وده هو يستشهد يعني هيلاقي 70 من الحور منتظرينه في الجنة فبيقتل نفسه. لأن عملا لو أنا جبت واحد وقلت له هدي لك مليون دولار واعمل عملية زي انتحارية زي دي، طب هيعمل ايه بمليون دولار؟ ما هو خلاص باي باي. فداعش صنيعة من المخابرات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية، صناعة مخابرات. وادي واحد من قادة أمريكا واللي حكم أمريكا 4 سنين وهو بالتأكيد لا يتحدث بدون أدلة لديه. وعلى فكرة برضو معلومة ليكم، المرشح الرئاسي بعد ما بيتم تفويضه من الحزب ودخول السباق الرئاسي بيتعمل له حاجة اسمها security briefing، يعني بيتم إطلاعه على أخبار، مش كامل الأخبار اللي بتعرض على الرئيس، ولكن بنسبة 60-70% منها بيعرض على مرشحين الرئاسيين. يعني الأجهزة الأمنية في أمريكا بتضع أمامهم ملفات أمنية للاطلاع على ما يحدث، لأن هم قاب قوسين أو أدنى أن هم يقعدوا على الكرسي اللي هيدير العالم من خلاله، فهو يعلم ما يقوله. ده اعتراف محدش كتير بيتكلم فيه، محدش كتير بيعلق عليه، ويتم التعتيم على هذا الأمر، ولكن داعش صنيعة أمريكية بامتياز بالتأكيد مع بقية المخابرات. والدليل أن التحالف اللي من 69 دولة اللي موجود النهاردة في شمال العراق وموجود في سوريا وشمال العراق اللي هو تحالف الدولي لمحاربة داعش، لم يتم حل هذا التحالف بعد. ليه؟ لم يتم القضاء على داعش. هم سابوا 10,000 مقاتل موجودين، ده غير ال 11,000 الموجودين في معسكر الهول اللي هو موجود تحت ايد الاكراد سوريا، اللي هو جيش سوريا الديمقراطيه، اللي هو جيش قصد،
جيش سوريا الديمقراطية، يعني حوالي 22-30 ألف مقاتل، ده غير اللي موجودين في تركيا اللي بيتم استعادتهم وتدريبهم وعلاجهم في مستشفيات أنقرة وتل أبيب. مخابرات قالت الكلام ده، تقارير مخابراتية قالت ان مقاتلي داعش كان بيتعالجوا في تل أبيب وبيتعالجوا في أنقرة في تركيا عشان يعيدوا يعملوا الإعادة واستعادة المقاتلين الموجودين في المنطقة. فداعش النهاردة هي مسمار بقى، وطبعا يعني لا يدخل على المخابرات الروسية وهي من أقوى أجهزة المخابرات ان ورا الكلام ده داعش. لا يا حبايبي، اللي ورا الكلام ده أوكرانيا، ولازم تقدموا الناس اللي ورا الكلام ده، وإلا انتوا هتشوفوا اللي هيحصل ايه. فداعش اللي صدعونا بيها دي، هل موجودة عشان تعمل شغل جديد جاي في المنطقة؟ وهل هيكون لنا نصيب منها يا دكتور في الفترة اللي جاية؟ حضرتك، هو مش هيطلع بداعش بنفس القيادات القديمة، لكن هو هيخرج عدة ألوية من داخل داعش، وهيستخدم الموجودين في السجون تحت إيد حركة قصد اللي هي تحت إشراف وتدريب الأمريكا وبتتعاون معها، ولهم حوالي 50,000 من أسرهم بأولادهم في مخيم الهول. طيب كيف سيستخدم هؤلاء؟ هو تم تدريب أكثر من 100 قيادة من القيادات المتطرفة زي نظام البغدادي وما إلى ذلك، يعني في تدريب 100 قيادة، وهيتم ترقصهم من حوالي يعني من 5-10 قيادات تم تدريبهم فعليا. والتوقيت القادم لإحداث مشاكل في المنطقة هيطلقوهم مرة أخرى، بس هيطلقوهم في شكل عدة تنظيمات الجديدة، وهيطلعوا التنظيمات القديمة تقاتلهم، يعني هيطلعوا التنظيمات القديمة تقاتل التنظيمات الجديدة حتى تنتصر التنظيمات الجديدة بدعم أكبر، ثم تتصدر هي المشهد. وللأسف هيعيدوا التصعيد في سوريا وفي العراق، وهيحاولوا يدخلوا على دول أخرى في المنطقة، ده بتكلم على المنطقة العربية يعني بشكل كبير، وهيحاولوا يقوموا بعمليات أخرى في 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 مناطق في الساحل والصحراء، لأنه أمريكا عشان يتعاونوا مع قوات أفريكوم، لأن أمريكا الآن تخرج من مناطق كتير في الساحل والصحراء ودول أفريقيا، فرنسا تخرج، وبالتالي هؤلاء سيقوموا بتوظيف هذه المجموعات لإحداث أو تحقيق مصالح أو إحداث خلل يسمح لهم بالتواجد مرة أخرى، خاصة القواعد اللي أنشأتها أمريكا مؤخرا. الدول الأفريقية اللي كانت تحت النفوذ الفرنسي رفضت النفوذ الفرنسي ومشت القوات الفرنسية، والآن بتطلب من القوات الأمريكية أنها تغادر، وهذا الأمر أمريكا ترفضه بشكل كبير، لأن هم الأفارقة بيعتبروها قوات احتلال. وما تنساش أنه الوجود الروسي في أفريقيا الآن أيضا وجود مشجع للدول الأفريقية التي تريد الخروج من تحت العباءة الغربية، سواء أمريكا أو فرنسا أو غيرها من الدول، فهم هيظهرون بشكل تاني وهيرجعوا الإرهاب تاني في سوريا، وهيرجعوا تاني في العراق والمنطقة ما بين سوريا والعراق للأسف الشديد، ويشعلوا النار مرة أخرى، ولكن بوجوه جديدة ومعمول في حساب العشرة اللي أنا بقولك عليهم دول، إن في 5 منهم يتصدروا المشهد ثم ينتهوا، ثم يصعدوا 5 أخرى تستمر عشان يقدروا يحققوا هذا يعني يحققوا الأهداف المطلوبة من قبل المؤسسات التي تدير العالم، واللي هي الكارتلات، واللي هي الشكل العام بتاعهم الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية والغربية بصورة عامة، لأنه حتى هذه الدول وصلت لمرحلة من الخلل في موازنتها وإفلاسها، يريدون إنشاء حرب كبرى مرة أخرى، لأنه أمريكا صعود أمريكا كان بعد الحرب العالمية الثانية صعود كبير جدا، استولت به على ثروات العالم وعلى ذهب العالم، وتذكرناه قبل كده، واستولت به على مقدرات العالم، وعندها أكثر من 700-800 قاعدة عسكرية ما بين صغرى وكبيرة ومتوسطة وكبيرة، بتسيطر بهم على كافة أرجاء العالم وتخيف بهم العالم. فهذا الأمر كبير، وإذا أيضا للأسف الشديد ربما يتراجع عن أوكرانيا يعني أو يدخلوها في مسألة مفاوضات هشة، ثم ينقلوا الصراع من أوكرانيا إلى منطقة
ما بين سوريا والعراق ولا المنطقة العربية بشكل كبير، ولكن الحرب الكبرى، لأنه التهديد بالنووي طبعا يعني معناه فناء أوروبا بشكل مباشر، حتة أنه ينقل الصراع للشرق الأوسط، عشان لو نقل الصراع هتعرف حضرتك أن هم توافقوا على أنه لا نريد تدمير أوروبا في هذا التوقيت، لكن أوروبا هتعاني لمدة 30 سنة حتى بعد الحرب بشكل كبير، لأنه مسائل اللي عارفين الاقتصاديات الأوروبية ماشية إزاي وبتتحرك إزاي هيعرفوا أنه بدأت تفقد أسواق كبيرة، دول قائمة على الإنتاج وعلى التصدير وعلى الاستيراد وعلى العمليات التجارية التشاركية الكبرى، وعاملة جوين فينشر مع معظم التشينز الكبيرة في العالم بحصص كبيرة حكومية وقطاع خاص، وهذا الآن تخسره كافة الدول الغربية، وفي دول أخرى بتأخذ حصص من حصصهم في السوق العالمي في مجالات مختلفة، وده بيسبب خسائر للقطاعات الاقتصادية بتاعتهم، وبالتالي لابد ان هم لو أصروا على الدخول في حرب فروسيا هتستخدم نووي تكتيكي، وهم هددوا بده قبل كده، على الرغم من ان بوتين له تصريح قال الأوروبيين بيعتقدوا ان احنا عاوزين نهاجم أوروبا ونحن لا نريد ذلك، هو فعلا لا يريد الدخول إلى أوروبا ولا يريد مهاجمة أوروبا إلا إذا استمرت أوروبا في دعم أوكرانيا، هو مكتفي بتدمير القوات اللي هم بيبعتوها والمعدات على الأراضي الأوكرانية، لكن إذا تصاعد الأمر هينقلوا الصراع إلى مناطق الشرق الأوسط والمناطق المؤهلة النهاردة، سوريا العراق، مناطق ما بين سوريا والعراق، تحريك الإرهابيين اللي لسه حاطينهم في السجون بيأكلوهم ويشربوهم، وده الأمر هيكون للأسف كارثي على دول المنطقة كلها، وهيشتغلوا كتير في الساحل والصحراء وفي منطقة اللي هي غرب الأطلسي، اللي هي الدول اللي على المحيط الأطلسي اللي هم هيمركزوا فيها بعض الحاملات وبعض القطع البحرية من مسألة الإبرار لتنفيذ طيب. عمليات خطف. أنت في 2017 قلت التصريح ده، دول أوروبا محتلة تحت السيادة الأمريكية وأمنها مرتبط مع روسيا، عايز ده. تقول إيه؟ ده كان حضرتك تصريح ليا لسبوتنيك الروسية في 2017، كان وقتها لسه حتى الرئيس ماكرو كان لسه مرشح للانتخابات، واللي حاصل انه الدول الغربية بتتعامل على ان هي قوة امام قوة، يعني هي عدة قوة امام قوة واحدة اللي هي روسيا، بيفرقوا ما بين امن روسيا وما بين امنهم هم، على اساس ان هم بيعتبروا نفسهم ان هم تحت قيادة امريكا وتحت قيادة الناتو انهم اقوى وأنهم يستطيعون فعل العجائب بروسيا، لكن هذه حسابات خاطئة. أولا روسيا دولة أوروبية وإن كانت جزء منها في آسيا الوسطى، ولكن هي دولة أوروبية وهي المحازية والمشاطئة، وبوتين طلب أنه ينضم الاتحاد الأوروبي وترفض طلبه، وطلب ينضم الحلف الناتو وترفض طلبه. أولا بوتين ليس رجلا ساذجا، هو أراد أن يمسك عليهم نقاطا أنني طلبت وأنكم رفضتم، أنا أردت وأنكم تجاهلتم، أنا تحدثت وأنكم ماطلتم، هو ليس رجلا غبيا. أولا لما تدخل روسيا الاتحادية الناتو معنى كده أن أمريكا مش هيبقى لها وجود بالزبط. معنى كده أن الدول الأوروبية مش هيكون لها وجود، هيبقى الناتو كله تحت سيطرة روسيا. لما تشوف حضرتك بيقتلوا على أراضي أوكرانيا 52 دولة وبينتجوا ذخائر بهذا الحجم المهول في الوقت اللي فيه 52 دولة لا تستطيع تزويد أوكرانيا بالذخائر، تعرف حضرتك الفرق ضخم في القدرات. فبالتالي أنا أمريكا تحت دول أوروبا تحت السيادة الأمريكية من أيام مشروع مارشال والحرب العالمية اللي هي مؤامرة مارشال، أنا بقول عليها مؤامرة مش مشروع، مؤامرة مارشال. وهو مين اللي صعد هتلر؟ ما هم اللي صعدوا هتلر طبعا، ومين اللي ركبوا على أوروبا؟ هم اللي بيحتفلوا اللي بيحتفلوا الله يخرب بيوتهم بيحتفلوا دول أوكي، ما هم صنعوا العدو لكي يقاتلوه طبعا، يعني هم دائما في فكرهم يصنعوا العدو ثم ترالي أراوند ذا فلاج، نجمعوا الشعب حوالين عدو صحيح. وبالتالي هذه الدول، أنا قلت في 2017 في تصريح سبوتنيك الروسية إنه هذه دول محتلة تحت السيادة الأمريكية وما زلنا حتى هذه اللحظة، وأنها مرتبط مع روسيا، أي أنه لا تستطيع أن تفرق بين أمن روسيا وأمن أوروبا، لأنه صحيح.
إذا كنت تريد أمان لأوروبا لابد أن تكون روسيا في أمان. بالمناسبة فرنسا فيها ناس مثقفين فرنسيين جيدين جدا بدأوا ينشروا للرئيس ماكرون يذكروه بمسألة الصراع ما بين فرنسا القديمة الإمبراطورية وما بين روسيا، إن جابوا له التاريخ إن روسيا دخلت حتى باريس عدة مرات، وبالتالي لازم الناس تبقى فاهمة. بيفكروه بيقولوا له شوف التاريخ اقرأ التاريخ ما تعتمدش على تصريحاتك، يعني هو كل شوية يطلع كل أسبوع يطلع تصريح مختلف، وهذا لا يليق بدولة بحجم فرنسا. لكن هو كمان ماكرو ليس ساذجا، يعني ايمانويل ماكرو ليس ساذج، ومن يعتقد أنه ساذج يبقى يعني قرأ المشهد غلط، ولكنه تحت ضغوط كبرى. هو تحت ضغوط كبرى، هو لما طلعت ميركل وقالت احنا كنا بنخدع بوتين واتفقنا نخدعه من 2007 حتى نمكن لأوكرانيا، صحيح، وبوتين قال لهم طيب استمروا في الخداع، دخل خد القرن وقالوا طب نقعد ونتفاهم، قال لهم استمروا في الخداع ودخل على أوكرانيا هيستمروا تاني، خد 4 أقاليم ولسه في كمان 2 في أوكرانيا و4 في جورجيا ومولدوفا، ده اللي قال عليهم ميدفيديف. طيب كويس، ما هو لسه في أوكرانيا خاركيف وأوديسا، وفي الحتة اللي في مولدوفا، وفي اللي هي اللي في جورجيا، أوسيتيا بالضبط، أوسيتيا الجنوبية أوسيتيا، وهو بيحولهم لدول يعني تحت السيادة، لأنه روسيا بتؤمن أن العرق السلافي يجب أن لا يظلم، وهو بوتين قال كل ما كان في روس أنا هدخل أدافع عنه، ده دستور جديد اللي عدله بالضبط، هو عدل كده، عدل بالشكل ده. دي نقطة. النقطة التانية أنه اللي الأوروبيين مش قادرين يعني يفهموا أنه بقت العلاقة بينهم كناتو، الناتو أصبح لا يمثل شيء واتكشف كقوة عسكرية، اتكشف خلاص، هو الناتو يعني أمريكا، أمريكا بتضحي بيهم وبدولهم. دلوقتي هم في مأزق، لا قادرين يواجهوا روسيا ولا قادرين يقولوا لأ للولايات المتحدة، لكن أمريكا تضغط يطلعوا يقولوا لأ لابد. عاملين بالظبط زي شخصية عم لالو في سيرة الجميلة، بس لم 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 الله يخرب بيتك بالظبط كده، مش عارف يروح شغله عشان الراجل خد السلم وباعه عشان يسكر بيه، هم لايسين اللوصه دي دلوقتي. انا بفتكر في 2018 لما كانوا بيحتفلوا بمرور 100 عام على الحرب، نهايه الحرب العالميه الاولى، كان ترامب موجود بالظبط، كان ترامب موجود والرئيس الفرنسي كان بيقول وقتها عاوزين نعمل جيش اوروبي موحد بالظبط. دونالد ترامب قال له تحديدا انت قلت كذا، قال له لا اريد ان اسمع هذا الكلام مره اخرى والا ساسحقك، قال له ساسحقك، وقال له اذا لولانا لكنتم تتحدثون اللغه الالمانيه الان، صحيح. وفي 2007 عشان تعرف حضرتك ان الكلام يعني له تراكمات، 2007 لما تقابل في مؤتمر ساركوزي مع بوتين، قال له كان ساركوزي له دائما تصريحات عدائيه ضد روسيا، فقال له انا ممكن اعملك ملك على اوروبا واعمل الهب بتاع الغاز الروسي كله عندك، تبقى انت مفتاح اوروبا للغاز، اعملك ملك على اوروبا لو سمعت الكلام، لو استمر وهخلي لك اقتصادك يرتفع تبقى اقوى من عده دول اوروبيه بما فيهم المانيا، لكن اذا لم تتوقف ساسحقك تحت اقدامي وسانهي فرنسا. الكلام ده لازم الناس تبقى عارفاه، والناس تفتكر. تعرف ان اللي بيحصل دلوقتي له خلفيات قديمه، مش كلام جديد. بنسعد جدا بوجودنا معاكم، ودايما بنقضي معاكم اوقات جميله، وبنحاول جاهدين انا وصديقي الدكتور محمد الالفي ان احنا نحاول ان احنا نبسط المعلومه حتى تصل الى مجموع اكبر من الجمهور ومن مشاهدي القناة وأصدقائنا اللي يعني بيشرفونا بوجودهم معنا. دايما بسعد بوجودي معكم، وبنسعد بلقاءاتنا مع الصديق العزيز الدكتور محمد الألفي من باريس، وهو أستاذ الاقتصاد السياسي، خبير الاقتصاد السياسي، ويعني بنسعد بآرائه، ودايما هيكون لقاءات بينا إن شاء الله في القريب العاجل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله
في الحلقة القادمة. يعني أنا بكون سعيد جدا. لا أنا بس شاكر لحضرتك والله وتكرمك يعني بإتاحة الفرصة ولي أن أنا أكون معك وأن أنا أكون يعني أقدم بعض الرؤى والأفكار للسادة المتابعين المحترمين اللي بيتابعوا قناة حضرتك. نأتلف بكم في هذا اللقاء المباشر الذي تبادلنا فيه الحوار مع الزميل العزيز دكتور محمد الألفي. إن شاء الله إلى اللقاء في حلقة قادمة ومحاولة أخرى إلى البحث عن الحقيقة في طريق المعرفة. أصبح على خير. برنامج طريق المعرفة من إنتاج قناة من أمريكا واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية. يمكنكم التواصل مع القناة من خلال منصات التواصل الاجتماعي الآتية. للأسئلة والمقترحات من خلال بريد القناة mac@minamerica.com.